يقول السائل: أرملة لديها مبلغ من المال، فهل يجوز أن تخرج زكاة هذا المال وتنفق به على أولادها القصار، علما بأنهم في حاجة إلى ذلك؟ أرملة؟ علما لا أرملة. أرملة لديها مبلغ من المال، فهل يجوز أن تخرج زكاة هذا المال وتنفق به على أولادها القصار، علما بأنهم بحاجة إلى ذلك؟ إن كان المال لها هي، إن كان المال لها هي، يجب عليها أن تخرج زكاته وأن تنفق على أولادها القصار، لأن نفقة الأولاد تجب على الوالد، تنفق عليهم من مالها ما دام لها مال. أما إن كان المال للقصار ورثوه عن قريبهم فعليها أن تحفظه لهم، عليها أن تحفظه لهم وأن تخرج زكاته نيابة عنهم،